توقف يا بس، توقف. واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان. كم وضع هذه المدينة اليوم؟ لكن في أي اتجاه هو الجنوب حيث هي أمي؟ هذا هو المكان الذي نبحث عنه. بل بوتي تعال. نستطيع معرفة أي طريق نسلك من هذا الارتفاع. الآن أستطيع الرؤية بوضوح. ما هذا؟ فعل هذا؟ يبدو وكأنه كان. كيف يمكن لك الفهم؟ ماذا تفعل؟ هذا خطر. انزل انزل. أبلا. من أنت أيها الطبيب؟ أنا إذن كما فهمت منك الشرطة كانت تبحث عنهم. نعم، قال إنه لا يحب الشرطة أبدا. شكرا لك هذا الكلب. على كل حال أنا سعيدة لأنك لم تتأذى. لكن بيل لم يكن من هذا النوع من الكلاب. هاجم عدة أشخاص في فرنسا كما قالوا. أنت محظوظة أنه لم يهاجمك. لقد ضربته عدة مرات. هذا فظيع. أنا سعيدة لأنه لم يحصل شيء. اعتقدت أن الأمر مسلم، صبي بهذا العمر يسافر وحيدا. لكن متى هربوا؟ هل كانوا يعرفون أن الشرطة قادمة؟ نعم يا أدلة، لابد أنه يصعب اعتقالهم لأنهم وصلوا إلى هنا من فرنسا. إني خائفة، أعتقد أنهم ما زالوا موجودين في شوا. نعم، طلبت من الشرطة أن ترسل دورية في الحالات الطارئة. يجب أن لا تخرجا وحدكما اليوم. بل وسبشاهما اللذان تعداني، لقد أنقذوا حياتي. لابد أنه صبي سيء لأنه مطارد من الشرطة. أعرف ذلك. لا أعتقد ذلك. أنا الوقت لغسل أسنانك. نعم. أهلا يا أولاد، اغسلاهما جيدا. نعم يا أبي. أنسة ليزا،
هل هذا يكفي؟ ليس كفاية، لم يمضي على غسلها 3 دقائق. أدولفو، ألا تأسف على بال وسيباستيان؟ طبعا، لك ربما ذهبوا بعيدا جدا. قال إنه لا يريد البقاء في المدينة. لا أعتقد ذلك، لابد أنهم في الجوار. هذه سليزة، هل أكففت عن الثرثرة؟ تمهل يا أدولفو، تمهل. أو ليزا، أدولفو، لنذهب ونبحث عن سيباستيان. ربما تقرتهم الشرطة. ليس بعد، هل ستترك الصديق الذي أنقذ حياتك؟ اسكتي يا ليزا، اسكتي، أرجو أن يتمكنوا من الهرب سريعا. إذن هيا بنا، ألا يجب أن نخبرهم أن الشرطة تبحث عنهم؟ لكن أبي قال لنا ألا نخرج. قل هل تعرف أين هي أمك؟ نعم، في سيارة نيفادا. سيارة نيفادا؟ إنها بعيدة جدا، لا يمكنك السير هذه المسافة. لا أعتقد ذلك يا أخي، لقد اعتدنا السير إلى نهاية العالم. نعم، أنا بخير لأن بل معي دائما. طبعا يجب أن تحذو حذوه يا صبي، الصغار يجب أن يعملوا أكثر هذه الأيام. شكرا جزيلا. لا تصعد إلى أماكن عالية كهذه أبدا يا بني. أنا آسف، كنت أصعد إلى مناطق أعلى. أنت مليء بالحركة، حسنا انتبه على نفسك يا بني. شكرا جزيلا، الوداع. الوداع، هيا بنا يا بل. ليبارككم الله. أنا متأكدة لابد أنهم في المنتزه. حقا؟ طبعا. لا أستطيع رؤيتهم. أرأيتي؟ قلت لك سيباستيان لا يحب أماكن كهذا. أعد أكثر مني، تعال اتبعني. هل هذا هو المكان؟ نعم، العمل توقف هنا لأنهم وجدوا أثار تاريخية. أثار؟ عمارة قديمة أو ما شابه. سيباستيان، بل سيباستيان، بل مكان كهذا، لنخرج من هذه المدينة بسرعة. بل بل سوف أتركك، سأتركك يا بل. ماذا جرى؟ إنها لعبة ليزا.
موجودة تحت؟ ليزا! ليزا! سباستيان! أنت محق إنهما أدولف وليزا. ماذا يجب أن نفعل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ لنرى. بل اذهب وأخبر عائلة أدولف بالأمر. أنا باق هنا. يجب أن تحضر أحدهم إلى هنا. اذهب يا بل، سأنزل لأساعدهما. أنا بخير يا بل. هيا اذهب. إنه الكلب، أمسك به. قلت لهما ألا يخرجا أبدا، ربما ذهبا بحثا عن الكلب. أعرف شعورك في هذه الظروف. أدولف ولد طيب جدا، صدقني. خرجا الكلب لقد دخل البيت. سيدي، يبدو أنه في الحديقة الخلفية. لا تطلق النار، لا تطلق النار، الحقوا بالكلب أرجوكم، ربما وجدنا الأولاد. تأردوا هذا الكلب بسرعة. أسرعا، هيا. نحن نلاحق الكلب، ربما يعرف مكان الأولاد. نحن نلاحقه. لا فائدة، لا فائدة. مياه جارية. ليزا، أدولفو. أدولفو، ليزا. سباستيان، نحن هنا. المسبح وقع في الفار. لا تخاف، أنا قادم.
سباستيان ولا أرى الضوء أيضا. أنا خائفة يا أخي. لا بأس، سباستيان سيأتي لمساعدتنا، لا تخافي. لا تخافي، سباستيان وبأس سيأتينا بعد قليل. كهذا. كنا نبحث عنك وعن بال، لا نريد أن تقبض عليك الشرطة، لا نريد. شكرا لكم، لكن لنا لا بأس، أنا سعيدة لأننا التقينا. كيف يمكننا الصعود؟ الجدران ضلقة ولا نستطيع تسلقها. لا بأس، معي حبل وبال ذهب ليستدعي أحدهم. لأين ذهب؟ إلى منزلك. آه لا، سوف تعتقله الشرطة. لا تخافي يا ليزا، بل لن يعتقل أبدا. قلت لك أن تذهب إلى اليمين نحو هذه الزاوية. عد، توقف، إلى اليمين، إلى اليمين. من هنا. هذه هذا خطر سيد جودي، لكن هذه الدمية لي. انا متأكد انها لليزا. انتبه أيها السيد. نعم، أنا متأكد أنها دمية ليزا. أين وجدتها؟ انتبهوا، إنها دمية ابنتي. هذا الكلب جاء ليخبرني بذلك. يبدو أن الطفلين وقعا في حفرة الماء في هذا المكان. نطلب منك إرسال النجدة إلى مكان الحادث. أكرر، أكرر، إلى العمل. لا فائدة. توقف، ستأتي نجدة عما قريب، أرجوك انتظر حتى يصله. لكن ليزا، ليزا. شكرا يا بنت، لقد أنقذتني. هل أنت بخير سيد جودي؟ أنا بخير، توقفت في الوسط. الحبل، إنه متدل نحو الأسفل. أحدهم موجود فوق. هل أنت هناك يا أدولفو؟ نعم، هناك أحد فوق. يوهو يوهو، أدولفو. إنه بيل، إنه والدنا، ومعه بيل. أبي. ليزا، أدولفو. أبي بال، أنا سعيد أنكما بأمان. سباستيان ساعدنا يا أبي. أشكرك أنت وبال. أدولفو كان شجاعا. حقا أدولفو؟ لا، كنت متأكدا أن سباستيان وبال سأتيان لنجدتي. أدولفو كان شجاعا، أنا كنت أبكي لوحدي. ماذا جرى يا سيد جودو؟
لقد وجدتهما، إنهما بخير. الرجل فوق هو التحري، إنه وحده الآن، لكن فرقة النجدة ستأتي عما قريب. هذا سيء. هل أخبرتني عن السبب يا سيباستيان؟ حان الوقت لكي نساعدك الآن. نعم، لكن أنا بخير. لنخرج من هذا الممر. سيباستيان ابقى معنا. أنا ذاهب لرؤية أمي، ليس عندي وقت. سيباستيان، لست أدري إلى أين أنت ذاهب، لكن لا تنسى أن الشرطة تبحث عنك أنت وبل. أعرف ذلك، يجب أن أذهب الآن. أدولفو، ليزا، إلى اللقاء. انتبهي إلى نفسك يا ليزا. نعم. هيا بنا إلى اللقاء. هيا بنا يا أولاد. أدولفو وليزا اللذين وقعا في حفرة في منطقة الحفريات، لكنهما اضطرا إلى الرحيل للمدينة المجاورة هربا من الشرطة.